هذا البرنامج برعاية جوكر powered by smartness. جبن مريح علي شلي سمارت شيف سنين معاملين عليه. رتن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. انتو ما اخترتو سي كامبلي برودوي دو لاني 2023. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تابعوا فينا تشاهدوا فينا. ان شاء الله نهاركم زين وعين وكله طاقه ايجابيه وكله محبه وكله طبعا ايمان وعمل وعباده، على خاطر رمضان شهر عباده وشهر عمل. مهوش كان شهر راهو تمخميخ، مهوش شهر تمخميخ، راهو شهر الاعمال الطيبه، شهر التصدق، شهر الخير والبركه. يا ربي ان شاء الله تعم علينا كان كل خير وبركه. في حلقتنا اليوم عندنا كل الخير والبركه من المواضيع باش نحكيو اليوم في فقره صحتنا على مرضى السرطان. طبعا ان شاء الله ربي يشفيهم. وصيام شهر رمضان الفضيل، شكون اللي نجم يصيم وشكون اللي ما لازموش يصيم؟ هذايا الكل باش نجاوبوكم عليه اليوم. كيف باش نحكيو على مخابر كوالفي ومنتوجاتها ومنتجاتها. اليوم باش نحكيو على ان برودوي تري 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 سبيسيال من كوالفي. كيف اليوم عندنا سوبر موس و سوبر سيستا حاضرين وبالربح ديما موجودين، وليبرتا فواياج كالعاده كيف حاضره، وبخلاف هذوما الكل ما تنجم تكون كان حاضره في الكوجينه كاين الشيف فتحية. شيف اهلا مرحبا بك. شحوينك؟ مرحبا، يعيشك الحمد لله تري بيان. اليوم مشينا شويه وين؟ في الانترناسيونال، مشينا شويه للمغرب باش نعملوا شبكيه مغربيه في الحلو. شبكيه مغربيه المشبك المغربي. فوالا هذيك بالنسبه للديسير باش تكون من المغرب، وحاجه بنينه وخفيفه وما تستحقش معناها ما فيهش. واخا واخا يا شيف. ومع هذايا باش نعملوا شاورما من لبنان سوريا، هذيك الخط هذيك الكل الشرق بالطبيعه باش يكون معنا مليحه في الشاورما. احنا نعرفوا ما نستعملوش ياسر ستيك دو داندا، هو بنين ياسر في الشاورما وتيب في صعب. باش نعملوا الخبز بتاع الشاورما اليوم، باش نوريكم كيفاش يطلع الخبز الليباني كيفاش يولي كعبوره كامله. مع هذا الكل لازمنا سلطه. السلطه نتاعنا باش تكون بعجينه ورده اللي هي لي ميني فيزيلي اللي باش يكونوا لي غوسور هذوك، اي لي ميني تورسادي فيزيلي هما اسمهم، مي سي دي ميني باش يكونوا سلاد سلاد فروماج ارتيشو بالطبيعه فاريونت من عند بني غلين لا غروند ايبيسري. هذه دبرتنا اليوم ما الله تشخشي، هذه برك دبرتنا اليوم ما شاء الله وتبارك الله على دبرتنا الهيله. مشكوره الشيف فتحيه وطبعا شكر كبير من خلالك الكل مزودينا دون استثناء. احنا قبل ما نبداو حلقتنا خلينا نستهلوها بالدعاء من عند الشيخ ياسين العيار. اللهم يا تواب يا رحيم، تب علينا توبة نصوحا تطهرنا بها قلبا وجسما وروحا. تب علينا يا تواب يا كريم، تب علينا يا أرحم الراحمين، اعف عنا واغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا نقر لك بالذنوب والمعاصي وأنت الغفور الرحيم. اللهم إن كنا محسنين فزد في إحساننا، وإن كنا مسيئين فتجاوز عن سيئاتنا. اللهم تجاوز عنا واغفر لنا وارحمنا واقبلنا. اللهم إنا أنخنا مطايانا ببابك
ولذنا بجنابك ولذنا بجنابك ولذنا بجنابك فلا تطردنا من رحابك يا كريم يا الله يا رحيم يا الله اقبلنا في المقبولين وارحمنا في المرحومين واعف عنا وتب علينا يا عزيز يا حكيم يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك. مشكور الشيخ ياسين العياري، إن شاء الله يتقبل ربي منا ومنكم دعاءكم وجميلة أعمالكم. احنا نتعداو ديريكتومون معنا الدكتور طبعا وليد بشوش، دكتور مختص في جراحة الأورام. دكتور مرحبا بيك. مرحبا بيك، عايشك إن شاء الله، رمضانك مبروك. عايشك علينا وعليك. سنين دايمة عايشك إن شاء الله، تسيمو بصحة البدن يعيشك. دكتور معاك، نتعداو من ديريكتومون للفقرة الأولى معنا اللي هي فقرة صحتنا. في فقرة صحتنا اليوم الموضوع اللي باش نحكيو فيه هو طبعا مرضى السرطان، ان شاء الله ربي يشفيهم جميعا، وصيام شهر رمضان. اليوم الشخص المخول ليه هو الدكتور طبعا وليد بشوش، دكتور مختص في جراحة أورام السرطانية او الأورام السرطانية، هو اللي باش يجاوبنا على التساؤلات هذه الكل. دكتور محسا، اول حاجة الصيام فيه برشا منافع للجسم. معناتها الصيام ينجم يخلي الخلايا نتاع الجسم ينظاف، وينجم زادك كيف ينظف الجسم ديتوكس. اي فوالا، اما كي يكون صيام على قواعد صحاح، خاطر كي نصوموا في النهار وناكلوا في الليل برشا وناكلوا المقلي ما عملنا حتى شيء. زاد كيف كيف فما بحوثات وريت كونه الخلايا السرطانيه معناتها بلوتو الخلايا السليمة تقاوم الصيام خير من الخلايا السرطانية. أما الأيام معناتها 48 72 ساعة الأولى كهو، وبعد يرجعوا كيف كيف. وهذا خلى فكرة شائعة عند برشا عباد، فهم برشا عباد تو يقولوا نصوموا باش نجوعوا الخلايا السرطانية. اللي هو مش صحيح، خاطر باش يجوعوا الخلايا السرطانية زاد كيف كيف باش يجوعوا الباقي نتاع الخلايا الباقي نتاع الجسم. والعلاج نتاع الأورام يتطلب كونه الجسم يكون في حالة باهية، وينجم ثم توازن وينجم يقاوم المرض ويقاوم العلاج زاد. ناخذ مثال معناتها نجموا نحكيو العلاجات الاساسيه هما ثلاثه، معناتها فما الجراحه، العلاج الكيميائي، وعلاج الاشعه. بالنسبه للجراحه، كونه الجسم يكون ضعيف ولا ناقص في التغذيه ولا واحد، ينجم يزيد في التعكرات نتاع اللي نجموا يصيروا بعد الجراحه. فما بعض الوضعيات يستوجبوا فما عمليات يستوجبوا كونه المريض نعطيه معناتها تغذيه في الوريد ايامات قبل باش يرجع الجسم في حاله خير، باش نجموا نعملوا العمليه باقل ريسك نتاع تعكرات من بعد. زاد كيف كيف العلاج الكيميائي، زاد كيف كيف معناتها ينجم يكون عنده ديزيفي سكوندير كبار، ويتطلب زاد كونه الجسم يكون في حاله جيده باش ينجم يقاوم زاد كل العلاج هذاك. معناتها الصيام في فتره العلاج، المريض عنده ورم باش يعالج الورم نتاعو، لو كان العلاج جراحه ولا كيميائي ماهوش منصوح به، مش منصوح به على خاطر ينجم يتسبب في ضعف في الجسم اللي ينجم يخلي كونه العلاج هذاك ما يكونش ما يعطيش المنفعه نتاعو، معناتها تكون باهيه، وكيف كيف ينجم يتسبب في تعكرات اللي كانوا ما يصيروش لو كان الجسم في وضعيه. مثلا دكتور خلينا احنا مش نخوفوا فيهم، اما نفسروا لهم زاد. نحكيو باغ اكزومبل على العمليات الجراحيه. العمليات الجراحيه
خاصة عمليات على الأمعاء، ولا اللي يستوجبوا كونه باش نحيوا شوية من الأمعاء ونعاودوا نلصقوا الأمعاء في بعضهم. كل الخياطة هذيك نتاع الأمعاء كيكون الجسم في ماهوش في أحسن حالاته، تنجم الخياطة هذيك ما تشدش. لا سيكاتريزاسيون يعني. فوالا سيكاتريزاسيون تنجم تبطأ كسوا في الداخل ولا حتى في الجلدة ولا الواحد. زاد كيف كيف فما عمليات معناتها يمثلوا ستون اغريسيون للجسم، معناتها فما باش الجسم باش نعملوا له حاجه اللي لازمه هو ينجم يقاومها. والليمونيتي والمقاومه نتاع الجسم، قد ما يكون الجسم ضعيف وقد ما يكون التغذيه ناقصه، قد ما تكون الامكانيه نتاع المقاومه نتاعو زاده كيف كيف تطيح. صحيح، يعني مناعته كل شيء تسيح لهنا يا دكتور. دونك لهنا نفهم من كلامك انه الاشخاص اللي مازالوا كيقاموا بعمليات جراحيه الاستئصال او راه ايامات قبل العمليات ولا ايام قبل العمليات وما بعد العمليه، والا الناس اللي كملت العمليه لكن قاعد تعمل في الشيميو العلاج الكيميائي. دونك حتى العلاج الكيميائي حتى في فتره كما نقولوا، خاطر احنا في على ما حسب اظن مره في الشهر هو يتعطى الكيميائي. لا هو ينجم يكون مره في الاسبوع، مره في الاسبوعين، ولا مره في ثلاثه اسابيع حسب العلاج. يعني شنو مثلا لا سبيل حتى في الفتره هذيك من المستحسن؟ لا المستحسن لا علاش؟ على خاطر العلاج الكيميائي ينجم يعطي تعكرات اللي يصيروا في 48 72 ساعه الاولاني اليوم في عاده معناتها دينوزي دي فوميسمون ولا تعب في الجسم. زاد كيف كيف العلاج الكيماوي في العاده 10 ايام بعد الجرعه اللي صارت ينجم يتسبب في نزول في المناعه. اللي هي بطبيعتها كي انسان باش يكون صايم وفما نقص معناتها في الاكل وفي الواحد هذاك بيدو ينجم يتسبب في نقص في المناعه. معناتها بالعكس هو الفتره هذيك اللي حكيت لي عليها انت هو هم المستحسن معناتها المريض يستعملها باش يحسن معناتها لا نوتريسيون تاعو والسيستيم تاعو باش يحضر روحه للحصه اللي باش تجي من بعد. من كلامك دكتور، ما شكون ينجم يسيم لهنا في الحاله هذه؟ اللي نجم يسيم هو الانسان اللي كمل العلاج نتاعو. حتى الغاديوثيرابي زاد كيف كيف، يعني علاج بالاشعه؟ العلاج بالاشعه ممكن. العلاج بالاشعه ممكن. اما زاد العلاج بالاشعه زاد ينجم يكون فيه شويه تعب. معناتها هو بيدو يتسبب ينجم يتسبب في تعب على على الجسم. اما يقعد في الثلاثه علاجات هذوما العلاج اخف واحد معناتها العلاج الوحيد اللي فما امكانيه كونه المريض معناتها ينجم يصوم وما يصيرولوش مشاكل كبار ولا يتقلق برشا هو علاج الاشعه. وفما علاج اخر هو علاج الهرمونات معناتها الهرمونوثيرابي، خاصه عند النساء اللي عندهم ورم في الثدي. هذيك ما يمثل حتى مشكل بالنسبه لل نجم على روحها، هذاك ما ينزل معناتها تكون كملت معناتها الجراحه نتاعها كان عملت كيميائي ولا اشعه، وهو علاج معناتها حبوب معناتها حبه تاخذها في اليوم، هذاك ما فيش مشكل معناتها تنجم تسيم من بعد. دوياتهم دكتور، الناس اللي تنجم تسيم بعد شقان الفطر ما يقلقش ولا كيفاش؟ بعد شقان الفطر ولا في السحور؟ ولا في السحور. اي وخاصه معناتها تو مش نحكيو على الهرمونوثيرابي، الهرمونوثيرابي هي حابه تاخذ مره في النهار. اما لازم الوقت اللي تاخذ فيه يقعد هو نفسه. معناتها وهو اكثر تو اكثر نساء اللي يستحقوا الهرمونوثيرابي من الاول ملي نعطيوهم العلاج وحدهم يبرمجوا باش ياخذوها في الليل. معناتها باش حتى كي يجي رمضان هاكا ما يتقلقوش في التغيير نتاع الوقت خاصه الايام الاولى. واضح دكتور بي، نصائح لمرضى طبعا اللي يسيموا رمضان، شنو هي الحاجات اللي يبتعدوا عليها في تغذيتهم؟ شنو الحاجات ممكن تعكر الحاله؟ ممكن فما احنا وليدنا نحكيو اليوم في عاداتنا على ماكولات مسارتنا انها كما نقولوا انديريكتومون دكتور نجم تسبب لنا السرطان. بالنسبه للاكل وشنو ناكلوا هو العباد معناتها اللي عنده مرض سرطاني ولا حتى الانسان اللي ما عنده حتى شيء الاكل هو نفسه للعباد الكل. نبعدوا على المقلي، فما حاجات خايبين لازم نبعدوا عليهم. للناس الكل معناتها ما فماش اكل معين خاطر فما عنده ورم.
وفما حاجات خايبين معناتها فما والحاجات الخايبين معناتها تو في الوقت اللي عايشين فيه حتى كنحبوا نحيوهم ما نجموش نحيوهم. لي فاست فود لي فاست فود إيه معناتها فما لي فاست فود فما المقلي فما الزيوت المهدرجة المكررة فما زاد كيف كيف معناتها الخضرة والغلال اللي مداوين فما الدجاج المربي فما برشا حاجات معناتها لي كونسيرف معناتها هذوما كلهم خايبين خايبين للناس الكل. أما شر لابد من هذا ولا خبزنا اليومي هذا ولا حاجات نستعملوهم ونستهلكوهم يوميا نحاولوا نحاولوا نقصوهم قدر المستطاع قد ما نجمو قدر المستطاع. يعطيك الصحة دكتور وليد بشوش دكتور مختص في جراحة الأورام وإن شاء الله ربي يشفي كل المرضى. الناس توا قاعدين يعالجوا الناس توا اللي خطأ في العمليات الناس تعمل في الشيميو الناس تعمل في الغاديوثيرابي إن شاء الله باللطف عليكم الناس كل فترة وتعدى بقدرة ربي وصعيب تعدى هكا ولا دكتور صعيب تعدى اللي جاي إن شاء الله يكون خير برشا. مشكور الدكتورة مرة أخرى. أنا نعطي الكلمة ديريكتومون للشيف في كوجينتها الشيف بدات تحرق بالكدا في الكوجينة. ميرسي يا صفاء. أنا أول حاجة باش نبدأ بها باش نوريكم كيفاش تنحيو الشاورما اللي تعملوها في الدار. ناخذوا ستيك دو داند تنجموا تعملوها بالستيك دو داند والا تنجموا تعملوها بالاسكالوب هذاك يقعد اختياري. انا نختار ديما نعملها بالستيك نشوف اللي فيه اكثر ماش وابن وفي معناها كي تمغذوه يعطي اكثر معناها كونسيستون اكثر. باغ كونتر بون الاسكالوب فما عباد تحب كان الاسكالوب فما السلوك نتاع الستيك ماشين بالطو معناها هكايا مجرح احنا ما نقصوش بالعرض باش يولي كي يتخلط يولي تروف تروف يلزم نقصو في السونس نتاع السلك نتاع الاسكال نتاع الستيك والا الاسكالوب دايوغ كيف كيف ديما السونس معناها الفيبر تبدا هكا احنا نقصو في السونس نتاعها مش هي هكا واحنا نقصوها بالعرض وقتها تولي كي نخلطوها في القلايه نتاعنا تولي تتفترش ما عادش نجمو نشدوها. باغ كونتر كي نقصوها هكايا في السونس نتاع الموسكل الطول متاع الميسكل تقعد فيها المغضان بنين وتقعد شدة روحها. ألوغ نقصوها شرايح اللي جويدة كيما تشوفوا هكايا هذيك اللي باش تجيب في خاطر تجيب كان في القلاية هي جوست نقصوهم جويدين قد ما يبداو جويدين قد ما يبداو سهلين في الترتيب بالطبيعة إذا كان تعرضنا مش كيما الاسكالوب كيما ستيك اذا كان يعرضونا اكلي موسكل هذوك اللي يشدوا الموسكل الجلد البيضه اللي تشد الموسكل نحيوها هذيك ما تقلقش دو توت فاسون في ماهيش يابسه في المنتوجات مليحه الموسكل مخدو نظيف صغير ماهوش شارف خاطر ساعات نلقاو موسكل فيه كل علب وفيه برشا حاجات هوني عند مليحه لو موسكل اي تري بيان على خاطر فريمون صدقني كينو الحم علوش كي نخدم به تقول عليه الكونسيستانس نتاع الحم علوش لكن مع لا كاليتي نتاع اللي ما فيهش شحومات ونظيف وفيه تراسابيليتي. الوغ هذا الكل نشرحه معناها شرايح بالطول كما تشوفوا هكايا نحاول نحي اكل يشد الموسكل الكل نجم حتى الدجاج نتاعكم عند مليحه تقولوا قصه لي كما الشاورما يقصوا يوسعوا بالهم فما برشا معناها تجار يحبوا كليوناتهم يدلوهم ينجموا يقصوهم لكم هما شرايح جويدين نقولوا باش نعمل شاورما يعرفوا يقصوها نورمالمون. الو هوني نقص هذا الكل اونتغتون انا باش نقول لكم على الفاح نتاعو الشاورما فاحها ماهوش صعيب ويلزم دو بريفيرونس معناها الاحسن الاحسن نجمو انا باش نعملها اليوم باش نقدها اليوم الاحسن ديما تبات في الفاح نتاعها ديما يقولوا احسن شاورما هي اللي تبات تتفوح تبات في الفاح نتاعها ماريني من قبل بنهار هي تعطي اكثر نكهه وتعطي اكثر مطعم. الفاح نتاعها شنو فيه؟ فيه ملح فلفل اكحل كركم شويه سكنجبير اللي يحب السكنجبير اللي ما يحبش ينجم يستغنى عليه مي دو بريفيرونس يحطوا شويه سكنجبير. فما اللي يحبوا القرفه مرحيه وفما اللي يحبوا القرفه اعواد معناها هذاك علاش يقولوا كي نبيتوها يكون احسن على خاطر كي نحطوا فيها القرفه اعواد
تعطي الانفوز تسيب المطعم تاعها من غير ما تسيب اللون لك حلو من غير ما تنصل على الدجاج نتاعنا. الوغ قرفه عواد اذا كان باش نستعملوها عواد نحطوها في وسط الدجاج نتاعنا بعد لا نخلطوه باش تلقى وقت باش تتنفخ في الماريناد وتشد معناها في المطعم تاعها يخرج مع الدجاج. هذا الكل شنو باش نحطوا له؟ باش نحطوا له مغرفه نتاع ماكله طماطم سيكام كونسونتري دوبل كونسونتري. علاش؟ على خاطر هي اللي تعطي الصوص البنينه الحمراء اللي نحبوها هي مع الكركم ومع الفحات تولي كاني صوص غوزي ومزيانه ياسر في الشاورما نتاعنا. وكي تيب تعطي اكل الصلصه راكروك نتاع الصلصه البنين معها شويه هريسه بالطبيعه الشاورما ما يجيش بلاش هريسه. هريستنا احنا سيكام معروفه في الشاورما نتاعنا. اي نبرشوا لها كعبه ولا اثنين بصل نبرشوهم جويدين باش يكونوا هما اللي يعطيو ليبيسور للشاورما نتاعنا. ما يلزمهاش تكون فيها كيما الماء مشله، يلزمها تكون فيها ايبيسور باش كي نحطوا فيها الخبز نتاعنا تبدا شاورما ايبيس نعملوا بها ساندويتشات ولا على الطاوله ديريكتومون على الطاوله. الوغ انا قصيت لا بروميير بارتي نبدا نفوحها نوريكم طريقه التفويح سهله برشا. الوغ هنا نجي ناخذ تو بعد نكمل نقص نخلط عليها هذاك شويه ملح شويه اسكنجبير قلت لكم ان نحب بالاسكنجبير يعطي نكهه بنينه شويه كركم هذاك تو نكمل نقص ومن بعد نخلطه على الخليط. هنايا شويه فلفل اكحل هريسه ما ننساوهاش هريسه سيكام لي برودوي سيكام الو ميور برودوي د لاني 2023 الوغ على خاطر الجوده نتاعهم وعلى خاطر مجموعين في معناها في الوقت نتاعهم ماهمش حاجات من بيوت مكيفه ولا حاجات اور سيزون ديما سيكام عطيتنا منتوجات مزيانه. ويلزمنا بالطبيعه دوبل كونسونتري سيكام. لو دوبل كونسونتري قلت لكم باش تعطي ليبيسور وتعطي اللون المزيان للشاورما نتاعنا. هذا الكل عندي هوني بصل مبروش نحطه معاها. الوغ هذا الكل باش نخليه المغين على الاقل اذا احنا توا رمضان تنجموا تخلطوها الصباح والعشيه تعديوها على الغاز تو بعد نعديوها على الغاز مع بعضنا شويه ثوم هذوما الكل باش نمعطهم مع بعضهم نغطيهم بالقدا بالقدا ما نخليش الريحه تخرج في الفريجيدير ومن بعد ان نخليهم في الفريجيدير حتى لين يجي الوقت نتاع الترتيب نتاعها احنا باش نطيبوها مع بعضنا. من بعد نعطي كلمه لصفاء ونرجعوا مع بعضنا بقيه دبارتنا. ميرسي بوكو ليك شيف يعطيك الصحه. انا نهزكم معايا ديريكتومون مش مطوله بكم نشوف نكتشفوا ايش عندهم جديد ليبرتا فواياج. هذه الايام العظيمه التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا واكرمنا بها بأن جعلنا نبلغ هذا الشهر العظيم ونعيش أيامه ولياليه. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين واجعلنا فيه ممن ترحمهم وتغفر لهم وتغفر ذنوبهم وتعتق رقابهم من النار. طبعا هذا هو جديد ليبرتا فياج وتعلمكم زاد ليبرتا انه تمت اضافه رحله اضافيه طبعا في برنامجها هي عمره رمضان وختم القران الكريم بمكه المكرمه عمره اخر ليالي في رمضان وايام العيد بمكه المكرمه واربع ليالي بعد العيد طبعا في المدينه المنوره برنامج الرفاهه جيم شي في 11 ليله بمكه المكرمه بفندق ارائك غزه خمس نجوم جراند مكه سابقا الاوتيل هذايا ويبعد 750 متر فقط من الحرم وهو أول فندق بعد الانتهاء من العمرة من ناحية المروة. وعندكم زادة كيف كيف أربع ليالي بالمدينة المنورة بفندق سجل المدينة من فئة خمس نجوم على بعد أربع دقائق سيرا على الأقدام. يقع الفندق هذا في المنطقة المركزية الشمالية. نعطيكم الأسعار متاع العمرة هذه أو البرنامج هذه هو باش يكون ابتداء من 7 ملايين ومية طبعا الغرفة الرباعية المعتمر الواحد في غرفة رباعية عن 7800 دينار يعني 7 مليون
2800 للمعتمر الواحد في غرفة ثلاثية، و 9000 دينار بالنسبة للمعتمر الواحد في الغرفة الثنائية، إضافة إفطار الصباح بالمدينة المنورة. طيلة فترة الإقامة 200 دينار للمعتمر الواحد، يعني باش تعمل بتيديج دونك تزيد 200 دينار للمعتمر الواحد، مع إضافة وجبة سحور أو الإفطار وإفطار الصباح بمكة المكرمة. طيلة فترة الإقامة باش تكون 500 دينار طبعا للمعتمر الواحد. نعطيكم سينو البرامج الباقية، هي عمرة شهر شوال، عنا فيها برنامج رفاه ألفي 7 ليالي بالمدينة المنورة بفندق سجا المدينة من فئة 5 نجوم على بعد 4 دقائق سيرا على الأقدام، يقع الفندق بالمنطقة المركزية الشمالية، و7 ليالي بمكة المكرمة بفندق سويس المقام دونك من فئة 5 نجوم في أبراج البيت، وهذا فندق هو مطل مباشرة على الحرم المكي الشريف وفندق راقي جدا. أسعار البرنامج هذايا دونك نبداو من 5949 دينار للمعتمر الواحد في غرفة رباعية، عندنا 6449 دينار للمعتمر الواحد بغرفة ثلاثية، و 7549 دينار للمعتمر الواحد بغرفة ثنائية. نهزكم معايا البرنامج طبعا ثاني، هو برنامج الرفاهة جيم في 7 ليالي بالمدينة المنورة بفندق سجا المدينة من فئة 5 نجوم على بعد 4 دقائق سيرا على الأقدام، يقع الفندق هذايا طبعا بالمنطقة المركزية الشمالية، و7 ليالي بمكة المكرمة بفندق أرائك غزة من فئة 5 نجوم، ويبعد 750 متر فقط على الحرم، وهو أول فندق بعد الانتهاء من العمرة من الناحية المروة. الأسعار متاع البرنامج الرفاهة جيم يبدأ من 5099 دينار للمعتمر الواحد في غرفة رباعية، 5499 دينار للمعتمر الواحد في غرفة ثلاثية، و6299 دينار للمعتمر الواحد في غرفة ثلاثية. والأسعار المعنى هذه طبعا تشمل سعر تذكرة الطيران على الخطوط السعودية الشريكة دائم لي طبعا ليبرتا فويس في كل ما هو عمرة. أنا نقول لكم إن شاء الله عمرة مقبولة وميمونة لجميع زوار بيت الله الحرام، وأنا نمشي تغكتمو بحذا شيف فتحية في الكوجينة. شيف الله، بديت في الخبز هنا. الخبز هو خبز لبناني، قلت لك العجينه تاعنا لاستوس اليوم، العجينه نتاعو جوست فرينه ما على الكيلو فرينه نحطو باكو خميره تاع خبز سمارت شيف، باكو برك على الكيلو هو في العاده الباكو يخمر رطل، اي الوغ كو هذا الباكو يخمر كيلو كيلو. بون لازم نحي ليغون باش نجم نخدم الخبز، خاطر الخبز ما يتخدمليش بالليغون. اوكي، الباكو يخمر كيلو، نعجنوه بشويه ماء وملح واكاهو، معناها مغيرفة ملح والماء واضح. الماء نغليوه بالطبيعه ونبردوه، معناها تمبيراتور امبيونت ولا ماء معدني، ومن بعد نعجنوها عجينه سوب لهي مرخوفه لهي مكبوسه. لكن وين التكنيك اللي باش تولي العجينه نتاعنا تتنفخ هي الحلان. الو في الحلان هي الحكايه كلها. اول حاجه نعملوها ناخذوا هنايا العجينه نتاعنا بعد الخمر، تشوفوا فيها خامره مليح، نجيو نقصوها كعاب قد اللي نحبوا الخبزه، قد الدياميتر اللي احنا حشتنا به، الدياميتر اللي احنا حشتنا به نكعبروها حتى ترطب مليح باش ما تقعدش الخبزه محلوله، خاطر يلزمها تعمل قبه، لكن القبه ضروره في الخبز نتاع اللبناني. الو هنا نكعبروها مليح. هذوك انا عندي ديجا سبقت طبق، نبداو نكعبرو ونحطو في طبق يخمر ما يسالش، وبعد هو دو توت فاسون باش يعاود يتحل. واضح باهي. الو نخليو هذيا على جنب باش ما نعطلوش الساده المتفرجين، نخليوها هنا. ناخذ انا حليت طبق هوني، ناخذ كعبه العجينه نتاعي المحلوله، رش ديجا خمرت بالكدا، حتى مش خمره ما يهمش، الخمره ديجا مرتاحه هي. اي نجي ونحلها المره الاولى، نهزها ونقلبها ونحلها ونهزها ونعاود نقلبها ونحلها نهزها ونقلبها، هذيك اللي باش تخلي يعني مش على نفس الوجه. لا داكوغ، نهزها ديما كي نقلبها ندورها. اوكي تبعني صافي، هذيا ديجا تحلت حتى لين تولي علو نتاعها 2 مليمتر ماكسيموم. شوف لو جيست اللي نعملو باش تولي عندنا اكل قبه، تو تشوف تو باش نحط القليه تسخن، تو باش نحط الخبز هذايا اللي خدمته، تو تشوف كيفاش يولي ينفش
نجي نحل الضربة الأولى ما نزلش ياسر، كي نهزها نقلبها على وجه الاخر، مش حتى على الوجه الاخر، انا حليتها هكا. دونك نهزوها هكا، نهزها نقلبها كريمة. الفوقاني يولي في الجنب، واضح، ونعاود نحل، نهز الفوقاني يولي في الجنب ونعاود نحل. لكن الحلين مش لازم من الاول تحلوها على الاخر، بشوي 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 بشوي، حتى لين تولي في الدياميتر اللي انت حاشتنا حاشتنا بيه، تتحل مدوره كيما تشوفوا فيها هكا، بشوي بشوي حتى لين تولي خبزتنا مدوره كيما نحبوها احنا. توا جات وقت التطيب، قليتك سخنت شي؟ قليتي سخنت، نجي نجي شنو نعمل؟ خل نقص غاديك على هذا، هات نشد لك انا. نجي ناخذ الخبزات نحط في قلايه شيحه سخونه، حاله فيها شيحه سخونه سيتو، داكو. ناخذ الخبزات بالسياسه نهزهم ونحطهم في وسط القلاية. هي بدات دوبلاش تفرفت وانا نجي مازلت نيارة نقلبها في ساعة في ساعة، باش ما نخليهاش ما نخليهاش. علاش نقلبها في ساعة؟ على خاطر باش يدخلها في وسطها الفابور والسخانة، تو تشوف باش تولي كي المخدة. من بعد هي بدات تطلع وانا عاود نقلبها على الوجه الاخر، اعذر نقعد نقلب وفات سي ان جو نتاع موفمون تاع مع الخبز، اغزل وقاعد يطلع لا عاود قاعد خمر لا حتى يغزل كيفاش قاعد ينفش. نعملو هكا يتكور هكا قاعده تكور ريتها، اغزل اغزل كله قاعد يكور. والله سي فغي اول مره نخلط على تطيب وهذا، اغزل يجي في الكوشه، لكن الكوشه لازم تكون سخونه ويلزم تلهاو بيه، والا يجي هكا على القلايه. الأسهل هو على القلاية اللي عنده بلانشة ولا قلاية، هاك الخبز نتاعي. شو كيفاش ما تتفلقش تو شي؟ ما تتفلق، كي نفلقوا هاك تفلق، أما الويه نفلقوا فيها، ما حشناش نفلقوها. ألوغ نقعدوا نقلبوا فيها حتى لين تطيب على الوجهين، أون فوا حمرت إكسلون حطوها تبرد، نلفوهم في منديلة نظيفة هاك. أما يقعدش منفجة كيك بعد يرجع يتفش يتفش، يقعد وسطه فارغ، يقعد سوبل بيان سور، يقعد سوبل إذا كان تلفوه ما تخليهوش يشيح، وإلا إذا كان تحبوا تسخنوه تعاودوا تعديوه في الكوشة وإلا في القلاية عاود يسخن، ما فماش مشكلة ما فماش مشكلة. نحب المحل نوريك الخبز نتاعنا تاع الشاورما كيفاش وسطه فارغ. هاي ألوغ نتعدين تفضل عايشك يا صفاء. ألوغ نجي هوني ناخذ خبزتنا نعمل هكا. والله كيما نتاع لي ريستورون لباني، هذيك تتعبها بالشاورما والسلطه واللي تحبوا انتم الكل، كلهم بالشيخات كلهم فارغين، كل خبز محلول فارغ هاي خليها سخون يحرق. هاي ما تحرقش ريديك شي بالسخانه هاك، ويتعبى ساندويتش هاك. تري بيان، والله أستيس والله ما كنتش متخيلها هكا انها تسيب جملة يعني. توا تعرفوا كل شيء، هاني عرفت كل شيء الشاورما. نكمل خبزتي ونرجعوا مع بعض. دونك خلينا ما شايف ملا، احنا نخرجوا فاصل واكيد راجعين ونكملين معاكم اللي تبقى من حلقتنا اليوم. فاصل ونرجع. كي يسألوك على الأصل الطيب كلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا لضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاصتو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين ايديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة،
وتن البدر حضرناه سلة سلة، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ نعرفوك مرا حاثقة وقديرة، تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها. اللي شفناه تبعناه، مش عملنا قبلنا حلالم أصلية كما حلالم كل مرا مجدية. حلالم وردة البنة الزمنية. وردة سرنا المحبة. سونيا كيما برشا نساء نهارها ياسر شغشة، أما في التصنيف عنده شكون تعمل عليه، معاه كل شي يحضر ليه ليه، هذا شاف بالفم والملا ملالي، عنده في كل شكارة ذبارة بالأمارة، كل ما يجيو هذيفان للدار يلقاو سفرة بالوهرة والكار. سمارت شيف سنين معاملين عليه. سير مؤسسة تونسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوان معقولة وفي المتناول. تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراته كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمه. زيدا سير وفرت لكم كل ما تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا الشوروم متاعنا في المنزه واحد وإلا الحمامات. تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سيير أو عبر الهاتف 72 317 616. وبسرها تزهينا ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. وانتو ما اخترتوا سيكامبولي طماطم مقشرة حاضر باش مقصوصة ولا كعب مدشة بالثوم برودوي دلاني 2023.
على نوفيل جام سيرجلي مليحة العشاء الفطور ولا التحريشة يحضروا في رمشة عين باني ولا كريه صنف وتفن لا جام سيرجلي مليحة متوفرة في المساحات الكبرى وفي كامل نقاط بيع مليحة. نادى ربه نداء خفيا حسن إلى أحسن بالنسبة لليبرتا عهدت وفاة كانوا باب الجنة تحل قدامي. ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا ما كديرين بي. بسم الله والله أكبر. نور المكان كامل نور. هو باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر البدن. ده نغزو وفعلا صحيح يقول يا ربي إن شاء الله في العودة. خبرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين. برشا شوا وبرشا موديلات تستنى فيكم. الإبداع شعارنا والإتقان مهمتنا. وكيب مختصة على ذمتكم. وهديتنا ليكم اشري سنة وخلص العام الجاي. برجاوي غيدو بيطار.